هيك عملنا هيدي الجوجلة على الأبراج والتوافق بين الأبراج كلهم. بس ماجي فرح لما تكوني معنا، معقول ننهي لو هي يعني حلقة سبيسيال، سبيسيال عيد الحب، ما فينا ما نحكي شوي سياسة ووضع أمني وشوية توقعات على طريقتك ماجي، لأنه دايما بتصيبيها. مش دايما، بس أنا بحلل منيح، وأنا عشت بهالعالم، عالم الأخبار والسياسة والتحاليل السياسية والمعلومات. يعني صار عندي إذا بدك صارت القصة تتحلل معي تلقائيا، يعني بشوف الأشياء تلقائيا. ببداية الحرب والأزمة غزة والجنوب اللبناني، الكل خاف على بيروت أنه تمتد المعارك لبيروت. نعم. أنت كنت الوحيدة اللي طمنت الكل أنه ما في حرب. كنت جازمة ما في حرب. نعم. اليوم بعدك؟ لا ما في حرب. إيه بعدني. اليوم عم بقول لك ما في حرب، لا بل رغم كل اللي عم بتشوفيه قد نكون نحن ماشيين نحو بعض الحلول. نحو بعض الحلول. أو على القليلة هدنة طويلة. في هلا طبعا المنطقة كلها بحالة شعلت وعم تتغير الجغرافيا، عم تتغير الحدود، عم في ديموغرافيا عم بتغير بعض الأمور. بس بقول لك إنه هلا نحن رايحين إلى هدنة قد تؤدي إلى تفاهم معين وتزيل عنا شبح الحروب بالمنطقة. بس لبنان نحن ما عندنا حرب. بلبنان حرب دي حرب أو دخول ما مش موجودة. في حروب. لبنان أمتين النهضة مع الدول العربية، لا في كهرباء، لا في حلول، ما في شيء. نحن مقدمين على مشاكل ومشاكل قوية، ولبنان لن يجد طريقه إلى السلام إلا مع المنطقة، من ضمن اتفاق في المنطقة، يعني سوريا، العراق، ليبيا، مصر، الأردن. طب هيدا شيء ممكن يكون معروف للكل، بس هو يعني بالقريب بالمنظور ولا لا؟ بده بلش باشتباكات ببعض المناطق. أنا شايفة في انقلابات بدولة عربية، رح يصير في انقلاب أو في توجه نحو انقلاب، عمليات اغتيال. أوف. نعم. وبعدها بيكون صار في بدولة عربية؟ نعم. وبيكون في إذا بدك نوع من تفاهم على تخطيط مخطط جديد أو تخطيط جديد للمنطقة. في مجموعات متطرفة رح تظهر، داعش يعود إلى الظهور، داعش. وفي بعدين لأن بلش يبين هلا يخشى من إنه بعض الجيوش العربية تتوغل فيها التطرف داعشي بقلب هذه الجيوش، وتتطور إلى السياسة، إلى الوضع السياسي العام، وتقلب الموازين، وتظهر مجموعات من طوائف معينة أو مذاهب طالب باستقلاليتها أو طالب بحكمها. ما رح يكون أثاره خير؟ أثره بيصير بالآخر مثل إذا بدك نوع من تجمعات، سميها كانتونات، سميها كونفدرالية معينة، بيصير في نوع من التفاهم، يعني هاي هالمنطقة هيك، هالمنطقة هيك، هالمنطقة هيك. هيدا هو إذا بدك التوجه يلي عم بيصير حالياً. بس ومن ضمن حرب غزة لبيروت ولا لبنان، هلا لبنان اللي عشنا الازدهار الكبير. ايه هلا لبنان مش بكره رح يصير هالشيء، انت ما تنسي انه بور بيروت كيف راح وانتقل كل شيء لبور حيفا، يعني في قرار بالمنطقه ضرب هذا الازدهار. هلا اذا لبنان بده يرجع بده وقت حتى نشوف بالمنطقه شو بده يصير. بس اكيد بالاخير بدك توصل لاستقرار، مش رح يضل الامور مثل ما هي. ولبنان دوله كثير، يعني لبنان شعب حي، شعب ما بتلاقيه بمحل ثاني، يعني شعب حي محب منفتح، ما بحب الحرب، بحب وملتزم وبحب وعنده قضايا وعنده مبادئ. يعني شعب لبنان ما فيك تعرفي قديش ممكن يكون عندك منطقة بلبنان. هيدا شعب الإصرار والتحدي والعزيمة رح إنه يوصل إلى كل العالم، بيسافروا شو بده يرجعوا، مش قادرين، بيقولوا أحلى بلد ما نعيش فيه هو لبنان. في ناس بيقول لك رغم كل شيء بدي أرجع أعيش بلبنان. لكن إحنا خلص وقتنا من زمان، بس في رئيس ولا لا؟ بالصيف يمكن. اوكي خلينا عليك. مش قبل الصيف ومش اللي مطروحين حاليا كمان. في تفاهم صرنا من نهر بده يصير في تفاهم على رئيس، ما في رئيس تحدي لحدا ولا واحد. انا هيدا رايي، مش من الاسامي المطروحه اليوم اللي عندها اسهم، تنازلات من الطرفين لتفاهم على رئيس.